الشكر للدكتور الحارث المزيدي. وأنا عن نفسي أشوف الحياة مدرسة وملزومين ندرسها بكل مجالاتها عشان ننجح بالتعامل معها. خبرنا الحين عاد زينب راح يفرح شريحة كبيرة من جيل التسعينات، وهي من لعبة هواة كراش باش الخاصة بلاي ستيشن، واللي نزلت مع بلاي ستيشن 1 على أيامها. صحيح محمد، المغردون في منصات التواصل الاجتماعي تداولوا هاشتاج عودة كراش بعد نزول نسخة جديدة بشكل جديد ومطور من هاللعبة القديمة اللي ازدهرت في التسعينات على البلاي ستيشن 4. والحين خلينا نشوف هذا المقطع مع ردود أفعال عليه. عودة كراش قمة المتعة لما يكون عندك حق السرعة ويمك أحد. لعبة ممتعة وجميلة وتذكرنا بذكريات قديمة. فعلا عودة كراش تعيد معاها ذكريات أخرى أيام بلاي ستيشن 1. ذكريات محمد، فعلا كنت أعشق ألعبها بحماس. كلنا أصلا كنا نلعبها بحماس. أيام حلوة. أفخم لعبة مرة في عالم البلاي ستيشن، وأخيرا رجعت من جديد. مشاهدينا وصلنا معاكم لنهاية فقرة كويت ترند، ونستكمل معاكم باقي فقرات برنامج صباح الخير يا كويت.